تمكنت مصالحنا بحر هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تختص في بيع المخدرات والمتاجرة بها مع حجز كمية معتبرة منها. العملية جاءت بناء على معلومات عملياتية ميدانية تلتها خطة أمنية محكمة كللت بتوقيف فردين من هذه الشبكة مع حجز كمية معتبرة من المخدرات كما سبق ذكره والمقدرة بحوالي 3 كيلوغرام، أسلحة بيضاء محظورة، هواتف نقالة يستعملها أفراد الشبكة في الاتصالات، ومركبة ذات محرك لتيسير وتسهيل تحركهم.